وسيشتعل المغرب حربا آنذاك. ثم أضاف يمكننا أن نؤخر لبضع سنين استقلال المغرب بناء على اتفاق معقول بيننا يعني وبين السلطان الشرعي، غير أنه إذا تأخرنا في ذلك سيكون الوقت قد فات حتى لو قدمنا كل شيء للسلطان محمد بن يوسف. إلى أن قال كذلك: إن عبد الرحيم بوعبيد لم يخفي عني وجود تيارات متعددة بين المجموعات الوطنية ليس لها توجه عسكري، فإذا تحركنا بسرعة ستتلف تلك التيارات حول محمد الخامس فيصبح ساعتها تحييد وعزل المحاربين الثوريين أمرا ممكنا. في واقع الأمر شارك هؤلاء الوطنيون بقوة في عزل المجاهدين وقطع الطريق على جيش التحرير وعلى عبد الكريم، وقد حاول الفقيه المصري استعادة مجريات الأحداث بعد انقضاء نصف قرن من الزمن عن تلك المرحلة الخطيرة من التاريخ السياسي للمغرب، فأوضح أن اتفاقا عقد بين الأحزاب والسلطان في باريس بعد رجوع هذا الأخير من ملفاه مدغشقر، وكان هدفه محاصرة المقاومة وجيش التحرير وقطع الطريق على ابن عبد الكريم، لكن شاءت الأقدار على أن يساهم ابن عبد الكريم وجيش التحرير في استقلال الوطن، فكانت الكلمة للسلاح ولم تكن للكلمة السياسية، لأن العمل السياسي قد أوضح منذ مرحلة متقدمة في تاريخ المغرب، يعني منذ المطالب ديال 1934 والمطالب ديال 1936 والانشقاق الكتلة والتقديم الوثيقة المزعومة بأنها وثيقة الاستقلال في 1944 قد أبانت عن فشلها، وهذا هو السبب الذي سيجعل هذه الأحزاب تحاول أن تستدرك ما ارتكبته من أخطاء في حق هذا الوطن من أجل تنظيم العمل الفدائي داخل المدن، لكنه كان عملا عقيما، فانتهى الأمر إلى أن مقاومة الجبل هي الأولى والأساسية وهي التي ستعطي نفسا جديدا للقضية المغربية، وهي التي ستساهم في انفراج الوضع السياسي داخل المغرب بإعلان الاستقلال في سنة 1955. أشكركم وأعتذر إن أطلت، فالمداخلة طويلة والكلام يطول، وأستسمحكم.